إذا كان المبلغ معين عند أحد الأشخاص واستمر هذا المبلغ لمدة 3 سنوات فتجب علي زكاته؟ نعم، الدين إذا كان في ذمة المدين وكان هذا المدين مليئا يعني قادرا على البذل وعلى الوفاء فإنه تجب زكاته كل سنة، كلما تم له حول فإنه يزكيه سواء قبضه أو لم يقبضه، لأنه في حكم المال الذي بيده. إذا كان هذا الدين على ملي يعني على قادر على الوفاء عند الطلب غير مماطل وغير معسر، أما إذا كان هذا المال عند غير ملي لا يدري هل يحصل عليه أو لا يحصل عليه لكون المدين معسرا أو لكونه مماطلا ولا يقدر على أخذ حقه منه ولا يدري هل يأتي هذا الدين أو لا يأتي، فهذا لا تجب فيه زكاة على الصحيح إلا إذا قبضه، إذا قبضه فإنه تجب فيه الزكاة، أما ما قبل ذلك إنه لا زكاة فيه نظرا لأنه لا يدري هل يحصل عليه أو لا يحصل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.